قصائد وطنية أنا بفتخر بها جدا لكل الوطن العربي. يعني الأستاذ محمود ياسين ده مثال للفنان الملتزم، الفنان المحترم والإنسان المحترم. يعني هو عامل موازنة ومدرسة عظيمة جدا في الفن، في السينما، في المسرح، في الدراما، في بعض القصائد الوطنية، في فيلم الرسالة، في كل الأعمال. محمود ياسين لا يعوض، وأنا أعتقد أنه هو أكبر درس ممكن يتعلمه أي فنان مبتدأ لو عايز يخش المجال الفني. لازم يتعلم من مسيرة محمود ياسين، الفنان والإنسان. ألف رحمة ونور على روحه يا رب. كمان أبو راي جاي، امسك بسرعة.